حدثني محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا، فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت، وأين أنزلت، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت، يوم عرفة، وإنا والله بعرفة، قال سفيان: واشك كان يوم الجمعه ام لا اليوم اكملت لكم دينكم